دشنت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك البرنامج التدريبي لعمال وفني محطات معالجة مياه الشرب في مديريات أمانة العاصمة بهدف تدريبهم وتأهيلهم فنيا وعلميا في مجال تقنية مياه الشرب لسكان العاصمة. انتشار الأمراض الخطيرة وتزايد عدد حالات الإصابة بالكوليرا، إضافة إلى شكاوى المواطنين بتلوث مياه الشرب، دفع بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى إقامة دورة تدريبية لعمال وفنيي محطات معالجة مياه الشرب بهدف تعزيز الوعي لديهم وتأهيلهم حتى يتمكنوا من تقديم مياه الشرب نقية للمستهلكين بما يحافظ على صحتهم ويقيهم الإصابة بالأمراض. هدفنا تقديم جرعة تدريبية لهؤلاء بالتنسيق والتعاون مع صحة البيئة بمنطقة العاصمة، وهم الذين من تم من خلالهم اختيار هذه المحطات ليتم تدريبهم هنا في الجمعية. واليوم هو اليوم الأول للتدريب وسيلحقوا تدريب لاحق أيضا، ونأمل في حال توفر الدعم المالي بأن نغطي جميع المحطات في أمانة العاصمة وفي غيرها من المحافظات الجمهورية. جهود جبارة حديثة في أنها توعي المواطن وتوعي أصحاب المحطات، توعي العمال، عمال موقع المحطات، كيف الوقاية أو كيفية الوقاية وطرق الوقاية من مرض الكوليرا والإسهالات الأخرى. 100 مشارك من عمال وفنيي محطات معالجة مياه الشرب بأمانة العاصمة استهدفتهم الدورة التدريبية استنادا على النتائج التي حصلت عليها الجمعية العام الماضي، حيث تشير إلى حوالي 80% من العينات التي تم سحبها من الآبار ومحطات المياه ملوثة، ما يستدعي الوقوف بجدية تجاه هذه المشكلة وتوعية العاملين بخطورة تلوث مياه الشرب على صحة وحياة المواطنين. العبث الحاصل في بعض المحطات، يعني مياه تعبى في عبوات ملوثة، عبوات ذات روائح، مشتقات نفطية أو مخلفات آدمية، حتى عبوات لا تخضع لأي اشتراطات صحية، أو المحطة نفسها لا تخضع لأي اشتراطات صحية أو العاملين فيها، إضافة إلى كثير من الأمراض التي انتشرت في الآونة الأخيرة ومنها مرض الكوليرا. وإحنا حريصين على توعية المستهلكين حول هذا الوباء. وسائل الإعلام دور كبير في توعية المواطنين وأصحاب المحطات للحصول على مياه نقية وصحية، ما لذلك من أهمية في انعكاسات على الصحة العامة بالنسبة للمستهلكين. المشاركون في الفعالية دعوا الجهات المختصة إلى ضرورة التشديد والرقابة على مصادر المياه وأصحاب المحطات من حيث الاشتراطات الصحية والفنية وطرق التعقيم، باعتبار تجاهل مثل هذه المخالفات قد يسبب كارثة صحية تهدد البلد بأكمله. لطيف الفقيه، اليمن اليوم. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين.